هو المقياس الوحيد، هو المقياس الوحيد الذي يمكن التعرف عليه، او ثواني، هو المقياس الوحيد الذي يطبق في حاله البيانات الوصفيه الاسميه. يعني ايه بيانات وصفيه اسميه؟ اللي هي زي ذكر وانثى. يطبق في حاله البيانات الوصفيه الاسميه. هو المقياس عندنا البيانات الوصفيه بتنقسم الى نوعين، اسميه وترتيبيه. اسميه اللي هي زي ايه؟ ذكر وانثى، يعني ما اقدرش ارتب الاوجه الظاهره بتاعته. ترتيبيه اقدر ارتب. انا بقول لك الجدول هو المقياس الوحيد اللي اقدر احسب البيانات الاسميه، اللي هي ايه؟ النومينال. زي النومينال بالظبط، اللي هي زي ايه؟ النوع، لون العين، لون العين، لون البشره، ماركه العربيه. ها ايه تاني؟ فصيله الدم. ماشي. ايه تاني؟ الجنسيه. ممكن اسمها رقم البطاقه الشخصيه. ممكن ترتيب ده ينفع كده شخصيه كمي؟ لا ده ترتيب تعتبر ممكن شرائح المجتمع؟ لا انا قلت بسال بس رقم البطاقه ده متغير كمي ولا وصفه؟ مين؟ رقم البطاقه الشخصيه، رقم بطاقه كمي؟ لا كمي ده متغير كمي ولا وصفه؟ كمي ولا كمي ولا وصفه؟ وصف ترتيبي. ترتيبي هو الترتيبي ده بيندرج تحت كم؟ ماشي بس ما ينفعش يتحسب. ماشي يبقى كم؟ يبقى كم ترتيبي؟ نوعين، سواء كان كم متصل او كم متقطع، المقصود برقم كم ان انا بعبر عنه بارقام ليها معنى، ليها معنى واضح. ليها معنى كمي واضح. يعني ايه لها معنى كمي؟ يعني لو كل رقم ليها معنى كمي واضح يبقى اقدر اجري عليها عمليات حسابيه جمع وطرح واقدر افسرها. لما انا بقول لك مثلا رقم بطاقتك وزميلك اللي هو رقم بطاقه، هل اقدر اجمع رقمين على بعض واطلع رقم ليه معنى؟ لا طبعا. طيب خلاص ده ما بيبقاش كم، هو الاسم اللي هو اسم رقم بطاقه، لكن في الحاله دي يعتبر متغير وصفي ووصفي اسم كمان مش ترتيبي، لان طبعا ارقامه طيب ما اقدرش اقول ان رقم بطاقتك احسن من رقم بطاقه زميلك. لا مش احسن، هو بعدين احسن بس هو ماشي بترتيب معين. يعني مش دعوه بالترتيب، انا بتكلم الترتيب من مفرده الى اخرى، يعني ما اقدرش اقول ان رقم بطاقتك احسن من رقم بطاقتك زميلك كافضليه. كافضليه في ترتيب. ايوه عشان كده بقول ان رقم البطاقه بيعامل على انه متغير وصفي اسم. نفس القصه برضه، رقم الشارع اللي انت ساكن فيه ده مش متغير كمي، ده متغير وصف اسم. تمام. في حاجات الجون فيها السنس فيها يعني. طيب خلاص. طيب احنا كنا وقفنا ان النوعين هو المقياس الوحيد الذي يمكن تطبيقه على جميع انواع البيانات. وتاني حاجه بالظبط، هو المقياس الوحيد الذي يطبق في حاله البيانات الاسميه، يطبق على البيانات الوصفيه الاسميه يعني. طيب خلاص. ايه تالت حاجه؟ رقم واحد يا رقم واحد؟ لا رقم واحد يا اقدر احسبه لجميع انواع البيانات. لا التانيه حاجه بتميزه عن باقي المقاييس، يعني الوصل الحسابي الوسيط ما اقدرش احسبه البيانات الاسميه. حاجه سبيشال اللي هو حاجه تميزه الاولانيه اللي هي كان بقول مقياس، يعني ايه ينفع يشتغل كله. الثانيه حاجه بتميزه عن باقي المقاييس الثانيه. طيب في ايه تاني للمنوال؟ ها في تاني؟ الخاصيه الثالثه طبعا زي ما شفتوا سهل الحساب. سهل الحساب اظن احسن سهل. الخاصيه الثالثه من المزايا بتاعته ان هو سهل الحساب. ماشي. طيب الخاصيه الرابعه الخاصيه الرابعه بيساعد في اكتشاف مدى تجانس البيانات. يعني ايه معنى الخاصيه دي؟ تجانس البيانات. يعني ايه معنى الخاصيه دي؟ مدى ايه؟ تجانس ولا مدى تجانس البيانات. يعني ايه معنى الكلام ده؟ في تقارب بين الاجور ولا لا؟ في تقارب بين الناس. يعني بافتراض انا جبت بيانات عنكم بس يعني من غير ما اعرف كنتوا متقسمين ذكور واناث، جبت بيانات مثلا عن اطوالكم المجموعه، يعني حتى مجموعه منكم طبعا المجموعه بيبقى فيها ذكور واناث، فجبت بيانات عن اطوالكم. ماشي. انا من خلال البيانات ديت ماشي طلع لي في منوالين، مش منوال واحد،
طلع فيه من وليد. يبقى انا في الحاله دي اقدر والله اقول ان الـ 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 الارقام اللي انا حسيت منها المنوال ديت بتوحي لي ان مجموعه البيانات اللي انا جبتها هي مش حقيقة، مش حقيقتها مجموعه واحده، هي مقسمه مجموعتين مثلا ذكور واناث، بدليل كل واحده دي منوال، يبقى في منوال ذكور ومنوال اناث. ففي الحاله دي ان يعني اكتشاف منوالين البيانات بيسموها ايه، جالي مؤشر ان البيانات ان كنت مجموعه غير متجانسه ذكور مختلفه عن اناث. فاللي انا عايز اقوله يعني وجود اكتر من منوال البيانات، وجود اكتر من منوال البيانات قد يكون دليل او مؤشر على عدم تجانس البيانات. انا اكتشف يعني في تجانس البيانات او عدم تجانس، خلاص. فالخاصيه دي برده ايه تبقى مطلوبه. عايز تعرف السامبل اللي انت جمعت منها البيانات مجموعه متجانسه ولا مجموعه مختلفه في الخصائص، يعني في الخصائص اللي بتجمع المفردات العينه ديت. ممكن اصلا ما تكونش يعني ممكن تكون مجموعه واحده وتكرر لها اكتر من منوال، فبالتالي يكون لها منوالين وهي مجموعه واحده اصلا. يعني مثلا انا بقول لك ما بقول لك في الغالب، في الغالب لو يكون عندي في الغالب، مش دايما في الغالب لو يكون عندي منوالين، ده معناه ان مؤشر ان بيانات ان مجموعه اقدر افصلها مجموعتين، بس مش شرط، صح؟ ممكن تكون مجموعه واحده بس لها منوالين، بس بقول لك في الغالب لما الاقي منوالين يبقى ده دليل ان العينه الاصليه اقدر اقسمها لمجموعتين، بس ما بقولش الغالب، ما انا مش بقول كلام، يعني بقول في الغالب او في الغالب، مش على سبيل اليقين او التاكيد. يعني هروح اقول الميزه ان ممكن احسب جميع الوجهات، طريقه مفضله مثلا لو كانت بيانات فعليه، لا ما خلاص ما احنا فيه، احنا لو بيانات لا فيش، هي هو ده المنوال. لو متغير كم مفضل ممكن تجيبه بمجرد النظر، لو المتغير وصفي تقدر تجيبه بمجرد النظر. اوكي، هي بس المشكله بتاعك في الحسابات لما يكون المتغير بتاعك متغير كامل متصل، ليه حسبه كده بس، لكن هي باقي الحاجات دي حسابات بسيطه جدا. في طريقه كامل متصل؟ لا هم دول طريقه الفروق وطريقه ال والباقي بيديهوا العام القيمه الاكثر تكرارا او شيوعا في البيانات. طيب خلاص كده، دي كده وقفت عن الايه؟ المميزات. طيب تعالى شوف العيوب، شوف العيوب بقى. هم أربعة بس؟ دكتور لا، هو أنا رايح في منتظم الزئاب. وإحنا هناخد كويس هم أربعة ومزاد بس؟ طيب تعالوا نشوف إزاي نجيب المهم. لو أنا عندي جدول جاي منتظم في إيه؟ برافو يا جماعة، في ناس أنا معلش بس عشان أنا بالصبحية كنت بدي محاضرة ماني فصل بجد يعني اللي ماشي. خلاص؟ تعالوا خد مثال، نخليها برضه في مثال، عادي برضه بتكلم عن الحجر. عدد العمال مش قالوا عدد العمال ماشي. طب نخلص العيوب طب وبعدين نفصل العيوب. قلنا العيوب بعدين عملنا نقول العيوب بقى، نقول العيوب ماشي. نقول العيوب بعد كده دي اشتقت كده ولا ارض الرياضه. العيوب اول حاجه قد لا يوجد منوال البيانات، ممكن نلاقي بيانات ملهاش منوال ماشي. قد لا يوجد منوال البيانات. وانا لكم مثال لو كان في اكتر من ده اشيل الشخبطه ازاي؟ الارقام 1 ل 10 مفيش منوال ولو في اكتر من 3 منوال ايوه يا دكتور، لو كان في اكتر من منوال البيانات كان في مساحه حضرتك. ايوه اكتر من 4 مش منوال. ايوه تمام، اكتر من 3 فده هيعمل مشكله. يبقى المشكله الثانيه انه ممكن البيانات كلها اكثر من منوال، ومن ثم صعوبه اختيار اي منها كمقياس النزعه المركزيه، ومن ثم صعوبه اختيار اي منها كمقياس النزعه المركزيه. خلاص؟ طيب صعوبه اختيار اي منها كمقياس النزعه الايه؟ المركزيه. طيب ثالث حاجه المنوال بيتاثر بحجز القيمه الشاذه ماشي؟ اه يا دكتور. إذا حدث المنوال عند القيمة الشاذة، ده كده بين قوسين وذلك فقط
اذا حدث المنوال عند القيمه الشاذه. يعني كده تاني كده المنوال يتاثر بالقيمه الشاذه وذلك اذا حدث المنوال عند هذه القيمه الشاذه. يعني ايه قيمه شاذه؟ قيمه شاذه يسموها اوتلاير. هي الفكره كلها القيمه الشاذه عباره عن ايه؟ حتى واضح من الاسم هي قيمه بتشذ تسلكها او النمط بتاعها على النمط اللي ايه؟ اللي ماشي عليه بقى البيانات. يعني انا لو قلت لك هيبقى ايه؟ 2 5 3 750 يبقى دي ايه؟ اوتلاير. تمام؟ طبعا الاوتلاير هتكون من ناحيه يعني من ناحيه اليمين يعني تكون كبيره قوي او تكون قيمه صغيره قوي عن باقي الايه بيانات. خلاص؟ فالاوتلاير بيقول ان هي قيمه بتشذ سلوكها على النمط او سلوكها الذي تسير عليه باقي البيانات. خلاص كده؟ تاني كده؟ القيمه هو الاوتلاير هي قيمه التي تشذ سلوكها عن السلوك على السلوك الذي تسير عليه باقي البيانات. يعني ايه المنوال بيتاثر بالقيمه الشاذه اذا حدث المنوال على القيمه الشاذه؟ طيب. طب معلش هي القيمه التي تشذ في سلوكها عن ايه؟ عن السلوك الذي تسير عليه باقي البيانات. القيمه التي تشذ في سلوكها عن باقي البيانات. فين المنوال هنا؟ طيب يبقى المنوال وقع بالقيمه الشاذه؟ طيب يعني المنوال بكام؟ 750. هل 750 تعبر عن مركز البيانات ديت؟ لا. بصوا البيانات كلها متركزه في المجموعه دي. شوف المنوال طلع هنا. يبقى هل المنوال كده يعتبر مقياس جاي؟ المقياس جاي للنزعه المركزيه؟ لا. اذا وقع او حدث المنوال عند القيمه الشاذه. طيب في المنوال نكتب كده المنوال هو اقل مقاييس النزعه المركزيه استقرارا. اقل مقاييس النزعه المركزيه استقرارا. اقل مقاييس النزعه المركزيه استقرارا. ماشي تمام استقرار. بمعنى كده بمعنى ان قيمته في البيانات الخام. اهلا قطع الضوء. يكرمك عبد الله. عبد الله ايه دلوقتي؟ سريع. عبد الله.